تبادرت لذهني عدة تساؤلات، وأصريت على إيجاد إجابات مقنعة. وبالفعل بعد البحث اهتديت إلى مخاطر مهنة فني أو صانع أطقم الأسنان. تتطلب هذه المهنة الكثير من التركيز الذهني والبصري وكذلك الحسي، فمناخ العمل يتطلب صهر مواد كيميائية باستعمال الأفران لصهر الشمع والسبائك المعدنية، وكذلك استخدام أدوات دوارة وشائكة وحادة. كما يعمل فني الأسنان في جو ملوث بالغبار المعدني والعضوي، ووجود عدد كبير من المواد الكيميائية المسببة لحساسية الجلد، وكذلك لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي للإنسان، والقائمة طويلة. دواخل الحذر والحيطة واجب على فني الأسنان الالتزام به، فوضع الواقي على العينين والأذنين وعلى الجهاز التنفسي أمر ضروري، ولكن إذا خالفنا هذه التدابير فبالطبع سيصاب فني الأسنان بالعوارض التي ذكرناها آنفا في الجزء الأول. وفي الأخير إذا عرف السبب بطل العجب، أو بالأحرى بطل السحر. تحياتي.